تفضلي. يا شيخ من فضلك، أنا عندي زوجي عصبي أيوة سريع الغضب، نعم، وأحيانا يرفع صوته على أمه. لا حول ولا قوة منه. يعني يا شيخ والله أنا لما أنصحه عن هذا الشيء هو يقول بأنه ماشي لا يسوي هذا عمدا. طيب هو يسمعني؟ يا ليته. كلامه بس. هو موجود عندك الآن؟ لا لا هو ليس معي الآن. طيب تخبريه إن شاء الله بالجواب إن شاء الله إذا أجبت. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. لكن أمه تزعل عليه، دائما تهدده بأنها تدعي عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص إن شاء الله. بأنه يعني لا يعصيها معصية كبيرة، فقط سريع الغضب هو. طيب طيب خلاص أنا أجيب إن شاء الله وتبلغه. نقول زوجها عصبي ويرفع صوته على أمه. أخي اتق الله، أبلغيه بأن هذا العمل عمل سيء وأنه من الأعمال القبيحة عند الله عز وجل. الله قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بل جاء في بعض الآثار أن خفض الصوت عند الأم نوع من العبادة. إذا خفضت صوتك عند أمك وكلمتها برق ولين وسهولة دليل على صدق طاعتك وعلى صدق برك. فاتق الله عز وجل وإياك أن تفعل ذلك، فإن الأمة قد تغضب عليك. وانتبه لا تدعو عليك أمك فتشقى. اللهم سلم سلم يا رب العالمين.